السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو التغيير. نستطلع من خلال هذه الحلقة لمستجدات الشأن العراقي وآخر التطورات في المشهد السياسي العراقي، اجتماعات ما بين تحالف الفتح وسائرون لتدارس أهم المعوقات للعملية السياسية ومحاولة التغلب عليها. نستعرض في هذه الحلقة أهم المحاور التي تم التطرق إليها في هذا الاجتماع والحلول التي ربما ستطرأ على العملية السياسية ومحاولة التغلب عليها. رحبوا معي بضيفي في هذه الحلقة الأستاذ أحمد ريسان الحمداني، عضو ائتلاف النصر. أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا وسهلا حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكم على حسن الاستضافة. حياك الله أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، كان هناك اجتماع ما بين تحالف سائرون والفتح، وأيضا ربما يمثل كل منهما تحالف الإصلاح وتحالف البناء. كانت هناك بعض المخرجات لهذا الاجتماع هي محاولة إصلاح العملية السياسية ومحاولة إصلاح الخلافات وتجاوزها. ربما أهم ما تم التطرق إليه هو إكمال الكابينة الوزارية، ولكن هناك من يقول من أنه كان هناك اجتماع في لبنان قبل هذا الاجتماع، كان هناك اجتماع في لبنان وهناك إرادة دولية لمحاولة إكمال الكابينة الوزارية. هل هذه الإرادة هي إرادة عراقية أم إرادة دولية لإكمال الكابينة الوزارية وتجاوز الخلافات؟ نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر حسن استضغائكم ونشكر جمهورنا الكريم حول هذه الملاطفة السياسية التي يجب أن تخرج بمخرجها الذي يتمناه الشارع والشعب العراقي الذي انتظر طويلا، والأمد الانتظار أخذ منه ما أخذ كان لا يستحقه الشعب العراقي في الحقيقة. حول ما تفضلت بجنابك السؤال، هذا السؤال حقيقة هو مطروح خلال هذه الفترة، أنه ائتلاف الفتح مع ائتلاف النصر مع الإصلاح لهم عدة بوادر نعتبرها جيدة ويجب أن تكون وتصب في مصلحة الشعب العراقي، لكون أنه شعبنا أذاق الأمرين من خلال الانتظارات التي طالت والتي لا جدوى لها، لكون الانتظارات لا تجعل من الشعب العراقي إلا للسؤم والأشياء التي حدثت، أن الشعب العراقي سئم حتى الشيء اللي اسمه سياسة ولم يتدارك الموضوع حقيقة. لكن هذا الوضع الذي فيه ائتلاف الفتح والنصر والإصلاح، وإن شاء الله نتمنى من كل الكتل السياسية أن تحذو حذو هذا الموضوع وأن يعتمدوا على أشياء اسمها الاتفاق السياسي من أجل حلحلة الأمور لخاطر الشعب العراقي. يجب أن ينظروا هذه النظرة القويمة التي تخرج بمخرجها لكي تأخذ بمأخذها، لكي تنظر بنظرة الشعب العراقي المحتاج إلى الخدمات، المحتاج إلى كل البوادر التي يجب على الكتل السياسية وفرض قرض عليهم أن يعملون من أجل خدمة هذا الشعب حتى يحلحلون الأمور التي السلبية التي جابهتهم ويعملون بالإيجاب من أجل الخروج بالأزمة السياسية إلى مر الأمان إن شاء الله. ولكن يعني لحد الآن لم نرى يعني حلحلة، يعني هل هو الانتظار لبدء الفصل التشريعي الثاني للتصويت؟ والله هو الفصل التشريعي الأول حقيقة، خلينا نكون يعني بالنسبة إلي كعضو ائتلاف النصر أتكلم عن بوابة الشعب العراقي لكوني أحد من أعضاء الشعب العراقي بغض النظر عن الحزبوية والفئوية. حقيقة الأمر أنه الكابينة الأولية في مجلس النواب اللي صار لها أكثر من 6 أشهر لم نرى جدولة حلول عملية تخرج إلى الساحة حتى يستفاد من عدها الشعب العراقي الذي انتظر، لكن سوف تأتي علينا بعد الأشياء التي حدثت والاستراحة التي حدثت للجهة التشريعية الأولى وأتت لنا التشريعية الثانية. هذه التشريعية الثانية يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار على كل القوى السياسية أنه العمل من أجل أنه يخرجون بمخرج يريدها الشارع والشعب العراقي، لكونهم إن أرادوا أم لم يريدوا الشعب العراقي هم أقسموا بالله العلي العظيم وأقسموا بالقرآن بأن يخدموا هذا الشعب. أين القسم؟ نقولها لأعضاء مجلس النواب، نقولها لأعضاء للوزراء، للكابينة الوزارية ولرئيس الوزراء ولرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب، هم أقسموا بأن يخدموا الشعب، ولغاية الآن أتت لنا المحاكاة السياسية عبر قبة مجلس النواب الثانية اللي هي التشريعية، ولغاية الآن نريد جدولة حلول سريعة
لا نريد جدولة حلول تهمش ولا جدولة حلول مكتوبة على الورق، نريد أن نخرج على سطح المكتب ونخرج إلى الساحة العملية من أجل أن نحقق الحق لشعبنا وأبناء شعبنا. دعني أرحب أيضا بضيفي انضم إلينا السيد يناظم كنا رئيس ائتلاف الرافدين. السيد يناظم مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. حياك الله سيد يناظم. يعني اجتماعات ما بين ائتلاف الفتح وائتلاف سائرون يعني تمخضت عنها بعض التفاهمات ولحد الآن لم نرى بوادرها، ولكن هناك تفاهمات ومخرجات لبعض الأمور للارتقاء بالعملية السياسية ما بينها الكابينة الوزارية، يعني سنأخذها تباعا. الكابينة الوزارية، هل تعتقد أنه فعلا سيتم الاتفاق على الكابينة الوزارية وستتم المصادقة على بعض الوزراء أو ما تبقى من الوزراء في الجلسة الأولى، أم أنه يعني الخلافات مستمرة وستبقى مستمرة؟ يعني بداية أنا أود أن أحيي الجانبين الفتح وسائرون على هذا الذي حصل اليوم، هذا الاتفاق أو التوافق الذي دعينا له منذ فترة طويلة عبر شاشات الفضائيات وعبر اتصال مباشر أيضا، لأنه فعلا التحالفين يعني يعتبران أكبر كتلتين هل الآن، والآن أصبحوا نقدر نقول أكبر كتلة يعني تقدر تمشي الأمور، سواء كان رضي هذا الطرف الصغير أو لم يرضى ذاك، لكنه الآن الحمد لله حصل هذا التوافق. وبالتأكيد يعني ليسوا متفقين على كل التفصيلات، لكن على الأقل في الثوابت الوطنية التي طرحوها وفي مسائل أخرى انتخاب الوزراء الجدد والتصويت عليهم، يعني هذا شيء إيجابي جدا. لكن تبقى بعد بالتأكيد خلافات، هناك جزئية لا نتفق، إذا كنا متفقين 100% فلماذا هذا التعدد الحزبي أو السياسي أو المناطقي؟ نعم ستبقى بعض الخلافات، لكن هي جزئية بالنسبة لما كنا نحن فيه، يعني آسف أن أقول متعثرين في تكملة الكابينة. فأيضا أنا يعني نستبشر خيرا من هذا الاتفاق كما قلت دعينا له، والحمد لله أن اليوم حصل اللي حصل، بالتأكيد ستكمل الكابينة من البناء الأيام القادمة إن شاء الله. طيب السيد هادي العامري يعني في نفس الخبر يعني حول الاجتماع قال إنه وجود ماكينة إعلامية كبيرة تعمل على قتل الأمل في نفوس العراقيين إزاء العملية السياسية، وشدد أيضا على ضرورة تشريع قانون لجريمة المعلومات، تشريع قانون لجريمة المعلومات للحد من الإعلام المحبط. ما يعني ماذا يقصد بذلك؟ يعني نحن كإعلام ننقل ما يجري، يعني هو يعني هل كل ما موجود بالعملية السياسية يشع بالأمل ونحن ننقل الإحباط، أم أنه هو محبط أصلا؟ لا هو بالتأكيد هناك يعني هناك إرباكات كبيرة يعني، والفساد مستشري وأمور كثيرة الإعلام عليه أن ينقلها، لكن هناك بعض القنوات فعلا تزرع الإحباط وليس هناك أي بارقة أمل، يعني إعلام سلبي وليس إعلام إيجابي. نحن نرحب وبالعكس نؤيد الإعلام أن يفضح ويكشف، هو السلطة الرابعة بالمنطق، على الإعلام هذا الواجب، وبعكسه فيعني الفساد والإرباكات ستستمر إلى ما لا نهاية، الإعلام يؤدي واجبه. أما التسقيط والإعلام المعادي يجب أن يواجه بإعلام آخر الإيجابي، وحتى التسقيط على مستوى أشخاص على مستوى قيادات هناك هذا الأمر موجود، يعني الأمن المعلوماتي مطلوبة لأنه هناك مصالح الوطنية العليا يجب أن لا يتم تخطيها. يعني نعم نحن مع الإعلام والإعلام الحر، لكن عندما يصور صورة سوداوية عن البلد فهذا غير مقبول، هناك شيء إيجابي وهناك شيء سلبي، فيكشف الجانبين وليس جانب واحد. يعني راح يصير يعني احنا راح ندخل بتسعة اشهر من الانتخابات، من جرت الانتخابات ولحد الان الكابينه الوزاريه ما صارت، يعني شو نقول للشعب العراقي؟ نقول له البارحه صارت الانتخابات؟ لا كلامك صحيح، وهذا منتقد وانتقدناه، جميعنا انتقدنا هذا الامر، وهذا مؤشر على المحاصصه عكس ما كانت تدعيه الكتل السياسيه خلت تتحملنا، هذا كلام صحيح. اما هناك بعض الاعلام المعادي ليس لا نقصد بهذا التاخير او بمساله ماء البصره والكارثه في الجنوب او الموصل المدمره، هذه كلها حقائق، يعني الحكومه يجب ان تتحمل مسؤوليتها، يعني هذا مو مشكله، هذا لا اعتقد ان السيد العامري يقصد هذه الامور.
طيب. وإنما هناك أعلام مدسوس، مثلا ها دواعش صاروا في بوابات بغداد، ها داعش بدأ مرة ثانية، يعني يزرع الإحباط ومشكل يعني بصورة غير دقيقة وغير صحيحة، هذه المشكلة. طيب خليني أذهب إلى السيد أحمد ريسان الحمداني عضو ائتلاف النصر. سيد أحمد، يعني من ضمن الأشياء التي تم مناقشتها هي وجود القوات الأمريكية، واتفق الطرفان على مغادرة القوات الأمريكية للأراضي العراقية. احنا نعرف كنا انه الجيل هذا هو جيل أتى مع القوات الأمريكية، الآن نقول للقوات الأمريكية أن تغادر، هل تعتقد أنه هذا القرار صحيح؟ وإحنا في 2014 توسلنا بالقوات الأمريكية أن ترجع. نعم، في الحقيقة هذا السؤال مطروح على الساحة العراقية، خصوصا إحنا العراقيين ما يطيب لنا خاطر بوجود القوات الأمريكية. إذا كانوا رؤساء الكتل والأحزاب المتواجدة على الأرث السياسي الحالي يعلمون بأن وجودهم أتوا عبر بوابة الأمريكان حتى يسقط الدكتاتور صدام، هاي الحقبة الزمنية قد انتهت وولت. عليهم أن ينظرون الآن نظرة عراقية متقومة ونظرة عراقية شريفة عطفوية أبوية لهذا الشعب. يجب أن يعلموا بأن دماء الشهداء التي سقطت على أرض العراق في ذمة كل أعضاء مجلس النواب القدماء والجدد والذين سيأتون، وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء مجلس الوزراء ورؤساء الجمهورية، كلهم هذه المسؤولية في مسؤوليتهم، لكون الشعب العراقي ومن منطلق واحد يرفض أي تواجد أمريكي داخل الأراضي العراقية، لكون نحن العراقيون قادرون أن نعمل ونخرج بالعملية السياسية العراقية الشريفة بمأخذ النظر الاعتباري الحقيقي الذي يتمناه الشارع والشعب العراقي الذي لا استاذ احمد دون استاذ احمد، البارحه كان لابس ثوب الاستعمار، اليوم يلبس ثوب الوطنيه، ما ينفع. شلون بس عيد السؤال؟ اذا البارحه كان لابس ثوب الاستعمار، اجى ويا الاستعمار، اليوم يصير وطني؟ نعم، الوطني وطني والمستعمر مستعمر. رحم الله والديك استاذ العزيز. احنا اليوم اي واحد من الموجودين بالارث السياسي اذا كان عضو مجلس نواب، رئيس كتله، عضو ائتلاف، عضو كتله، خلي يعلم اذا هو اجى ويا الامريكان الان سطح المكتب يقول بانه يا اما ان تكون عراقيا وتنبع من الحروف العراقيه الصماء المتكلمه، لان الشعب العراقي ونقولها الصماء المتكلمه، لان الشعب العراقي يقول كلمته عبر بوابتكم يا ايها السياسيون العراقيون. يجب عليكم أن تنظروا بأنه لا وجود للاستعمار قبل دكتاتور وسقط الدكتاتور ولا في مزبلة التاريخ. الآن نحن بصدد أن نعمل وبجد وبكثافة قوية جدا من أجل خروج الأمريكان بالتوافق السياسي وبين الكتل السياسية وبين مجلس النواب، بين رئيس الجمهورية وبين رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، بأن يتخذوا قرارا عراقيا شريفا ينبع في خدمة بلدنا من أجل إحقاق الحقوق وعمل تراجيديا سياسية يتمناها الشعب العراقي، لا أن تكون الأجندة الأمريكية متداخلة وتعمل وتعبث بنا كيفما تشاء، لأننا عراقيون ويجب علينا أن نخرج بعملية سياسية عراقية لا ينتمي لها لا محيطنا الخارجي القريب ولا البعيد. الأمريكان وجودهم نعتبر احنا فاول على الشعب العراقي. ما هو الامريكان هم يقول لك احنا مو لعبه بيديكم، البارحه تتوسلون بينا تعالوا وهسه تقولون اطلعوا. والله هي بسنه 14 كان يعني انتدبناهم قلنا لهم انه الدواعش، تو شو طلعوا هم اللي ينزلون الطياره من الطياره الامريكيه اسلحه للداعش ويضربون قواتنا ويقولون احنا ضربناهم بالغلط. احنا هيك ناس المفروض السياسيين مالتنا يجب ان يكون السياسي متكلم، يجب ان يكون السياسي فعال، يجب ان يكون السياسي عراقي، يجب ان يكون السياسي عراقي بالحرف الواحد، لا ان يكون لاجل اجندات خارجيه الى ايران ولا سعوديه ولا كويت ولا غيره ولا كل بلدان العربيه والمحيطه بنا، يجب ان تكون كلمه عراقيه متكلمه تقول وترفض، ولا نريد ان الامريكان استخدم احنا بفلوسنا، هم ما اجوا علينا على مستواد عيوننا، هم اخذوا الزئبق واخذوا النفط واخذوا الكذا واخذوا الكذا، يكفينا الان الاوان لكي نصنع
للعراق عبر بوابة العراقيين الشرفاء الذين هم سياسيون شرفاء وليسوا السياسيون الفساد الذين يريدون من وجود الأمريكان من أجل أن يبوبوا فسادهم عبر بوابة وجود أمريكا، ونرفض تواجدهم قطعيا إن شاء الله. خلينا نشوف السيد يناظم، كان رئيس ائتلاف الرافدين. سيد يناظم، يعني اتفاق الفتح وسائرون على خروج القوات الأمريكية، هذا الاتفاق هل تعتقد أنه اليوم وجعهم أو وجعتهم السيادة العراقية وحسوا أنه السيادة العراقية مجروحة؟ هي مجروحة من 2003، اليوم أوجعتهم أم أنه الخوف على إيران، يخشون على إيران اليوم ولازم تطلع القوات الأمريكية؟ لم أفهم، يعني هي لم أفهم السؤال، أنه هل هي إيران تضغط باتجاه هذا، قصدك هذا؟ نعم، يعني بداية هذا الأمر، يعني أنا احترامي لوجهة نظر الزميل الآخر عندما يتحدثون ويذكرون جاءوا على الدبابة الأمريكية من مجموعة 12 تنظيم عراقي، تنظيم واحد فقط كان على مع الأمريكان، 11 تنظيم كان لهم جذورا ومجاهدين بضمنهم سيد العامري وبضمنهم البرزاني والطلباني وأخو آخري، ونحن ما كنا مع الأمريكان وما جينا مع الأمريكان، 11 مجموعة كانت موجودة بالبلد أو على مشارف البلد بدون أمريكا، جهة واحدة فقط المؤتمر الوطني العراقي كانوا مع القوات الأمريكية، هذا واحد. ثانيا، هذه الاتفاقية، هذا الأمر، خروجهم أو بقائهم، تواجدهم المؤقت تم تنظيمه باتفاقية سنة 2008 و2009. هذه الاتفاقية أساسا سجلت للأخ العامري وللأخ المالكي، صاغوها بنفس وطني. اليوم إذا يرتئي البرلمان أنه عدم الحاجة، بالأحرى الحكومة وليس البرلمان، ترتأى أنه ما حاجة لبقائهم، فهناك نصوص 30 مادة الاتفاقية الأمنية، 30 مادة المواد 27 وإلى 30 تنظم طبيعة كيف أنه يخرجوا. اليوم إذا قرر الحكومة العراقية إلغاء الاتفاقية لها كل الحق حسب الاتفاقية، ولكن مجدولة منظمة كيف يخرجوا. فاليوم البرلمان قرر أنه يطلب من الحكومة رأيها مدى الحاجة لبقائه أو خروجه، وحتى البقاء مكتوب بقاء المؤقت، تواجد المؤقت وفي مواقع محدودة، ولم يأتوا عنوة ودخلوا عنوة وغصبا ولا كذا، لا بالعكس، حسب الاتفاقية يقول الاتفاقية تقول لأي طرف من الطرفين إلغاء الاتفاقية، وكل الطرفين يحترموا سيادة البعض والأمن والاستقرار وإلى آخره، ولها الحق، كل طرف له الحق إلغاء الاتفاقية، لكن يحتاج إلى وقت وبرمجة وجدولة لخروج القوات. فإذا الحكومة العراقية ترى عدم الحاجة، بالتأكيد نحن عراقيون وكلنا عراقيون، ما حد يرضى بالأجنبي يحكم البلد، لا كان أمريكا ولا كان تركيا ولا إيران ولا سعودية ولا غيرها، والتدخل حرب الوكالة بالبلد دمر البلد، تناغم بعض القوى مع ما وراء الحدود هو دمر البلد، لو كانت البوصلة وطنية عراقية ما كان صار بينا اللي صار، لو كانت المهنية يعني الانتماء الوطني هو الطاغي وهو الفيصل بيننا، ما كان عندنا مشكلة طائفية ومذهبية وقتل الإخوة على الهوية ومن ثم تقسيم البلد. فاليوم نحن على مفترق طريق، نعم تخلصنا من داعش، لكن داعش متعشعش فيما بيننا، قد يأتينا ماعش بعد أسابيع أو بعد أشهر، لكن علينا أن نحقق العدل ونحقق سلطة القانون والسلاح بيد الدولة، وحدودنا مصانة، ذاك الوقت ما محتاجين لا أمريكا لا روسيا لا إيران، ما محتاجين أحد، فعلا أدى قدرات هائلة عراقية تقدر تدافع، لكن بشرط أن تكون بوصلة وطنية عراقية. نعم نحن مسرورين، أعود وأقول اتفاقية الأمنية 2009 1/1/2009 بدأت بالتنفيذ، خرجوا من بلداتنا، خرجوا من مدننا، لكن بقيوا في مواقع محددة برا، حكومة حددت هذه المواقع كعين الأسد وغيرها. ثانيا، ينتهي آخر جندي في 31/12/2011، انتهى. بعد ما انتهى 2014 اللي صار وسقطت 3 محافظات، جاءوا لنجدتنا الإيرانيين والأمريكان والروس و30 دولة تحالف دولي لمحاربة الإرهاب، احنا جدا ممنونين منهم فعلا. اليوم بقي نناشد الحكومة ان ترفع لنا بالبرلمان، تعالوا احنا محتاجين او ما محتاجين، وطبيعة الحاجة، هل هي استخبارات من الأقمار الصناعية؟ هل هي يعني محتاجين ناس على الأرض أو ما محتاجين؟ أما أن نصبح نحن جزءا من صراع إقليمي دولي، كلا، المادة 27 ثالثا تقول
لا يجوز استخدام العراق أرض العراق أن تكون ممراً أو مستقراً أو قاعدة للاعتداء على جيران. ما يقول لك أي جيران، كل الجيران. فالأمريكان ما محتاجين أرض العراق حتى يعتدي على إيران أو على غيره. قواعد الأنصار السنة، أنصار الإسلام، ضربت من سفن من البحر الأحمر أول رشقة قبل بدء الحرب على نظام صدام، من البحر الأحمر إلى طويلة وبيارة. أمريكا حدودنا مع إيران. أمريكا لديها قواعد ضخمة. نعم. في دول الخليج لديها قواعد ضخمة جدا في دول الخليج. نعم. لا تحتاج. نعم. العراق ليس فقط في خليج، في شمال إيران، في شمال غرب إيران، تركيا، في كل مواقع. نعم. ولكن لربما تصدر أحيانا تصريحات جارحة بحيث تستفز المقابل. لا أعتقد هذه هي سياسة دولة المؤسسات في أمريكا، لربما تصريحات الرئيس أو غيره. طيب هل تتصور يعني لماذا لا يتم يعني دول الخليج تدفع بالأموال لتحصل على قواعد أمريكية؟ لماذا لا تكون هناك قواعد موجودة في ألمانيا، قواعد موجودة في اليابان، قواعد موجودة في كوريا الجنوبية، وهذه اقتصاديات عملاقة؟ يعني بداية أنا أود أن أؤكد كما تفضلتم، اليوم يابان وألمانيا أرقى دولتين بالتكنولوجيا والاقتصاد في العالم، أرقى دولتين، حتى أرقى من أمريكا، لأن ما عندها مشكلة صراعات. أما صوماليا فهي الأسوأ، لأنها هذا الذي حصل بينهم بين أمريكا. نحن كنا لا هذا ولا ذاك. الإخوان كما قلت قبل قليل كانوا بنفس وطني، صاغوا هذه الاتفاقيات بالتفاهم والاحترام المتبادل، استمرار علاقة الصداقة السابقة اللي هي وقعت في 2007 بين الرئيس السيد المالكي وبين الرئيس بوش، اتفاقية صداقة اقتصادية ثقافية وإلى آخره. يعني إذا تريد أنت تخلق لك عدو شيء شكل راح يكون نتيجته، وإذا أنت تقول أكفي كثر خيرك وأشكرك ممنونين منك شكل آخر. فصوماليا اللي صارت بالقوة بعدم التفاهم، شوفوا صوماليا وشوفوا يابان وألمانيا، نحن لا هذا ولا ذاك، بالوسط اتفقنا باتفاق الطرفين باحترام السيادة، احترام المتبادل والمصالح المشتركة في الأمن، بالاقتصاد، بكل الاتجاهات الثقافية. فهذا الذي حصل لدينا، علينا المحافظة على هذا الأمر، ولكن السيادة الوطنية أولا. طيب. نعم. هذا السؤال أنا لا أقدر أن أقدر. نعم. هذا السؤال أوجهه للسيد أحمد ريسان الحمداني عضو ائتلاف النصر. أستاذ أحمد، يعني السيد يرادم كان ذكر لك، قال لك اليابان، قال لك كوريا الجنوبية، قال لك ألمانيا، هذه التكنولوجيات والاقتصاديات العملاقة، موجود قواعد أمريكية، وقال لك الصومالي اللي طردوا الأمريكان شوف الصار بيهم، لحد الآن الفوضى والحرب والدمار. السيد هادي العامري يصف القوات الأمريكية بالقوات الجبانة يعني قبل يومين أو طيب، والبرلمان يريد يقر قانون بخروج القوات الأمريكية. الأمريكان إذا خرجوا مجبرين راح ما يتركون العراق بحاله، راح يدمروه. نعم، حقيقة هو سؤال مطروح، سؤال معروف، سؤال جدا جميل مثل جنابكم الطيب. الله يسلمك. هذا احنا اكو فد موضوع هو طرح نفسه على الساحة السياسية. احنا نجي نقارن الصومال باليابان، هاي مو مقارنه. هم الصومال ايش عندهم؟ 14 موزاية وما عندهم شيء. احنا اهل النفط واهل الثروات، احنا اهل الفلوس واهل التركات. امريكا تجي تروح للصومال على مود تعيش على استقرارهم. امريكا جايه على العراق حتى تريد نفط، ولغايه الان احنا يمكن بعد 15 و20 و25 سنه وبعد اربع اجيال حتى النفط اللي بيقع اللي هو مالنا بنفطنا بترابنا، اكو فئات سياسيه وقعت عليه وهو بيقع حتى يبيعوه، ولغايه الان الشعب العراقي ما مستفاد من نفطه. استاذ احمد. نعم. حضرتك ما يعني يجوز ما عندك اطلاع على الاقتصاد الامريكي، مو بحال ترى النفط العراقي. الاقتصاد الامريكي اقتصاد عملاق. اي نعم، اقتصاد الامريكي اقتصاد عملاق، بس صدقني هو مبني حتى يستغل كل اقتصادات الدول البقيه، وحتى يبقى الاقتصاد مالته ستاند باي، مرتاح للشأن. وهذا دراسه انا قريتها في رومانيا وباليونان وغيره، اكو دراسه يمكن ما اريد نتطرق لها، الموضوع كلش طويل. انا ترى ماجستير باداره اقتصاد استاذ العزيز، بس الاقتصاد الامريكي مبني على اساس ياخذ من الغير حتى يخلي اقتصاده مرتاح متريش. احنا هذا جدولة عمل موجودة، هاي حتى اليهود وجدوها مو احنا. هذا موضوع. الموضوع الثاني، اليابان تقول والألمان انه عندهم قواعد أمريكية، لكن الأمريكان يقدرون يطيرون طيارة عسكرية وتدخل على القواعد مالتها دون الإذن من الألمان؟
هذا مستحيل المستحيلات، على اليابان مستحيل المستحيلات، على كوريا الجنوبية مستحيل المستحيلات، ما يقدرون يطيرون طيارة وينزل بها قائد عسكري دون أن يمر بسيادة ذاك البلد، لكن احنا بلدنا لغاية الآن يمر يطب ويطلع ترامب ويجي وزير الخارجية واحنا حدودنا صايرة للي يسوى ما يسوى ما ترهم، احنا لازم ننظر نظرة عراقية، السياسيين اللي يحكمون البلد لازم ينظرون نظرة أن الاقتصاد الأمريكي وغيره وغيره وتداخل الأمريكان وخروجهم إلى أرض العراق، إحنا ليش نريدهم يخرجون حتى يصير لنا جواز، حتى يصير لنا شأن عراقي، اسمك عراقي من تنزل في بلدان الأوروبية لك شأن، حالك حال الكويت، حالك حال السعودية، حالك حال البحرين ودول الخليج العربي. إحنا لغاية الآن الجواز العراقي غير محترم. يا اقتصاد، أمريكا تبني اقتصادها على أساس الدول وتأخذ، هو لما أمريكا تدرب نفط العراق وتحت التصرف وتحت الوصاية، ثق بالله ما يجون علينا ويسألون علينا، يخلونا نموت من الجوع، حالة حال موزمبيق وغير موزمبيق، لكن هذا واقع حال مفروض علينا. احنا يجب ان ننظر، سياسيوننا يجب ان ينظرون نظرة وقولها ملء الفم، يجب ان ينظرون لعراقتهم لكونهم عراقيون، لا وان يلغوا هذا الجواز الثاني، مو خاف يصير الامور وتصير الحلحله وبعدين يحط جوازه وعائلته عايشه برا، اذا ما تجي عائلته تعيش بالمنصور وبالكراده وبالكاظميه وبالحريه وبالطوبشي والمناطق المحيطه مالتنا، هذا ما يفيدنا، لان هذا حتى يحس بمعاناه الشعب العراقي وش محتاج، محتاج من خدمات ومحتاج من كذا، احنا نفضل ناخذ لنا تبويب، احنا ننظر للنظريه السياسيه وتاركين الشارع العراقي محتاج الخدمات، واذا مطرت الدنيا تصير كارثه، واذا مطرت الدنيا الوايرات مال الكهرباء تتقطع وتنتل العالم وتموت، خلي يحسون علينا السياسيين من هذا الموضوع رجاء، هذا موضوع فترة طويل. استاذ احمد، جماعة رفحة لحد الان تحول اموالهم الى اوروبا، اي وهي هاي المشكلة، هاي مشكلة عويصة، الله يعطي الصحة والعافية اللي وافق على هسه احنا ما نريد نقول يجوز اكو بيهم شوية متضرر، جماعة رفحة لو احنا اللي انطينا شهداء ومؤسسة الشهداء وموظفي مؤسسة الشهداء قاعد يبكون على رواتب ما عندهم واحنا فلوس العراق كلهم، يعني خيرنا لغيرنا. سيدي ينادم اكو ملف يعني الكل يعني ما يتطرق له لكن اريد اتطرق له في هذه الحلقة، اللجان في البرلمان، البرلمان في الفصل التشريعي الأول كل شيء ما سوى، يعني فعلا كل شيء ما سوى، طب وطلع كل شيء ما سوى، فقط يجتمعون يشربون شاي ويروحون لبيتهم، يعني مجرد أقروا الميزانية. شنو قبل لا أجاوب على سؤالك أود أن أعقب بعض الشيء على زميلي العزيز. بداية أنا متفق 100% مع طرحه من السيادة والحدود والدخول والخروج من العراق، لكن 359 كيلومتر حدود تركيا، هل نعلم ماذا يجري على هذه الحدود لحد الآن؟ الحكومة الاتحادية تعلم ولا علاقة لأمريكا بها. 1400 كيلومتر بيننا بين إيران، 50% منا مسيطر، 50% ما نعرف شو يصير، عشرات البوابات الغير الرسمية موجودة، وهكذا 700 كيلومتر سوريا و300 كيلومتر أردني لا نتمنى حاليا بعد الاتفاقية أن نسيطر عليه بصورة صحيحة، وإلى عندك 800-900 كيلومتر آخر سعودية وكويت. يعني هذا كلام صح، لكنه يجب أن نرى القضية كما هي حقيقية، يعني حقيقية. وبما أنه أشرتم إلى أقوال الإمام علي، أقول يوم استشهد الإمام علي على يد ابن ملجم ما كانت مؤسسة أمريكا، ويوم استشهد الإمام الحسين ما كانت أمريكا. هذه ثقافة يجب أن نرحلها، ثقافة الدم، مشكلة هاي، لن نصير أسارة لثقافات أو لمشاكل قرون سابقة وناكل بعضنا ونعلق شماعة برقبة أمريكا ولا برقبة غيرنا. خلي ننظر إلى أخطائنا ونعالجها حقيقة، إرادة سياسية حقيقية. الفاسد والمفسد أي كان لا يزال مرفوعي الرأس، كل الناس اللي مارسوا الفساد هم الذين تسببوا. من 1/1/2012 أمريكا ما عندها علاقة بالسياسات العراقية الداخلية قانوناً، ولسنا بحاجة لتشريع في البرلمان حتى يطلع أمريكا. اتفاقية تقول بطلب رسمي تحريري من الحكومة العراقية، يقول له في مالا باي باي، أنت وفقا للاتفاقية مجال سنة حتى تطلع أمريكا نهائيا إذا ما كنا محتاجيها، زائدا 29 دولة أخرى إلى وجود وحضور، لكن ليس تواجد قوات ومعسكرات وقواعد، وإنما مدربين داعمين مساندين، 60 وزير دولي، 30 دفاع و30 خارجية، اجتمعوا بوزير دفاعنا وداخليتنا كيف السبيل للتخلص من داعش؟ تخلصوا كتر خيرهم. اليوم لمجرد تقدير من القيادات العسكرية والأمنية العراقية بكتاب واحد من الحكومة وليس قانون، كتاب واحد، اتفاقية صاغت القانون،
هي مصاغة ومشرعة وموقعة بين الطرفين وصوت عليها البرلمان في عينه. اليوم فقط برسالة من الحكومة تنتهي الأمر، ينتهي يقعدون الطرفين لأنه هي أقرت هذه الأمور، ما نحتاج إلى قانون. أما ماذا فعل البرلمان، أنا أقول بالبداية سألت على الاتفاق بين سائرون والفتح، يا أخي كنا مشغولين هذا الوزير لو ذاك، وكل واحد مشلب برأيه، يعني ما كان أكو أغلبية ساحقة وأقلية حتى يفرض رأيه بالتمام والكمال. لو فارض رأيه كان صارت فتنة، وإلى الحمد لله اليوم حلت عولجت. فأنا أقول مو ما سوى شيء، لا، البرلمان على الأقل الموازنة هو القانون الأهم بالبرلمان، القانون الأهم هذا تم تشريعه. لكن أنا معاك 100%، تقصير موجود، فعلا تقصير موجود، من صدق إلا فرصة حتى نروح لك هذا دبي وذاك الإقليم وذاك البيروت وذاك أوروبا، هذا كلام صحيح، وهذا شيء معيب، لأن يعني والطريقة النمطية في العلاجات حتى الحكومة إذا استمرت بالطرق والأساليب النمطية لا راح نجيب مي البصرة، ولا راح نعمر نينوى وموصل مهدمة، ولا الأنبار، ولا الأزقات اللي تفضل زميلي حكاها تغرق بالمطر ولا كذا. بس هاي ما مسؤولة عنها لا أمريكا ولا إيران لا أحد، إحنا مسؤولين، يجب أن نتقبل الخطأ ونعالج الخطأ ونفهم وين الخلل. الخلل في الفساد، جيب الشخص المناسب بالمكان المناسب، انطي الخبز للخبازة، يا أخي متى تسوون هالشكل؟ كل من دا يرد الثاني دا يجامل الثاني بالنتيجة هالشكل، يعني ماكو نظرة استراتيجية لإنقاذ البلد مما نحن فيه، ماكو. كل من إيده إله، يا إما الحزبه، يا إما الجيبه، يا إما الكومشناته، وإما من يواليه، وليس للمهني والحرفي الحقيقي النزيه. لا أستاذ ينادر، انتهى الفصل التشريعي الأول، تقدر تقول لي رئيس لجنة النزاهة منو؟ رئيس اللجنة المالية منو؟ ما معين لحد الآن؟ لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد. تعرف ليش؟ ليش من اللي سووه؟ لأنه تنتظر أنه الوزارات تكمل حتى واحد يكون قبار الثاني، ما يجوز اللجنة والوزارة لجهة واحدة، هاي المشكلة. إذا انتهت وصفة الكابينة هذاك الوقت يجيك الرئيس. الآن موجود الرئيس، موجود رئيس السن، لكنه مو بذيك القوة بالمتابعة والمراقبة والأداء وغير ذلك، لا فقط النزاهة ولا العلاقات الخارجية ولا غيرها المالية ولا الأمنية، كلها فقط أكبر سنا والأكبر سنا مؤقت، اليوم أكو باكر ماكو، ما موجود يعني موجود النزاهة ما لها علاقة، النزاهة يعني ماكو وزارة نزاهة، يعني النزاهة المالية موجود للكرد، يعني غير يجيبون واحد بالمالية، غير يجيبون، يعني اللجان الكبيرة اللي حد الآن أكو صراع عليها، صراع. كلام صحيح، كلام دقيق، لكن إذا ما تستقبل الكل الصورة لما يقاسمون الكعكة لازم يعرف أنت هذا وأني ذاك، هاي ما راح تخلص، هاي المشكلة يعني. في التقاسم بالمحاصصة يصير بعد ما تستكمل الكابينة إن شاء الله، بعد أسبوعين ثلاثة راح تكمل الكابينة وتكمل اللجان، وإن شاء الله هاي الفصل الجاي يكون أكثر إنتاجا. طيب خليني أذهب إلى السيد أحمد ريسان الحمداني عضو ائتلاف النصر. السيد أحمد، يعني من ضمن الأمور اللي تم مناقشتها في اجتماع ما بين الفتح وسائرون هو ملف الفساد ومكافحة الفساد، هل تعتقد أنه راح يتم مكافحة الفساد في حين أنه الكتلتين أيضا هي موجودة منذ تأسيس العملية السياسية ومتهمة أيضا بالفساد؟ يعني مثلا أعطيك مثال، الفتح برئيسها السيد هادي العامري عنده قناة فضائية وعنده كتلة سياسية كبيرة وعنده منظمة بدر، والرجل إجا بعد 2003 الرجل يعني كما خلقتني ربي، كل شيء ما عنده، وهسه عنده فضائية وعنده منظمة بدر وعنده مقرات وعنده، منين جابها؟ من أين لك هذا؟ منين جبتها؟ تشتغل سياسي؟ هذا السؤال، هذا السؤال المطروح، وهذا السؤال حقيقة الشعب العراقي ايش قد ما يكونون، ايش قد 35 36 مليون، يجوز حتى الطفل من بطن امه يطلع ما يطلع يبكي، يقول وين الفاسدين طلعوهم هيك يصير. يعني احنا هذا الواقع الحالي المفروض علينا، احنا صار لنا اكثر من 14 15 سنة نطالب انه موضوع الفساد ومحاربة الفساد والفاسدين والسراق، لكن على سطح الحقيقة طلع واحد بالتلفزيون من المفسدين وطلعوه قالوا له تعال بابا انت ذا، انت وزير فلان بايق من فلان كتله كنت، ترى انت بقيت هيقد فلوس، هيقد فلوس، يا اما نعدمك
خلينا نقول صريح العباره، انا بالنسبه لي لا اخاف ولا هاي، لان هذا موقع حال، هذا اللي يسرق بلدي واللي يسرق ناس قوت الناس الفقراء اللي قاعدين على الارصفه ما عندهم قوت 5000 دينار يومي، والله لو مو عد ما عد 1000 مره. هذا اللي يسرق فلوس الشعب العراقي، احنا نقول فساد وفساد. يا اخي 16 سنه اكو ما شفت في يوم من الايام القانون مفعل بصوره مثاليه حقيقيه شريفه ربانيه قرانيه حقيقيه تنبع من خلال محاسبه المقصرين والفاسدين. قل لي يا وزير طلع من اي فئه من الفئات من اي حزب من الاحزاب، ما احترامنا للشرفاء منهم، زين طلع وطلع بالتلفزيون قالوا هذا الوزير سرق 10 مليار 3 مليون 6 مليون 5000 دينار عراقي، هل قد سرق حاسبه؟ طلع في يوم من الايام واحد من هذولي، ماكو، اكو بس التركه نحاسب كل الكتل السياسيه تريد محاسبه المقصرين والفاسدين، لكن على سطح الحقيقه هم من داخل الكتل السياسيه اكو مقصرين واكو فساد. اذا هم يقولون احنا نريد نحاسب المفسد، زين يا حبيبي انت تحاسب نفسك وقصر ويا نفسك حتى تخدم شعبك وتطل فليسات البقتهن، الله لا يخلف عليك ان شاء الله، وطيهن لهذا الشعب الجوعان. انت تقول لي انا احارب، شلون احارب الفساد اني والقانون ما مفعل؟ لو القانون قوي وصارم وصدق قانون من 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 حق وحقيقه، السارق تقطع يده، هسه ما لازم تقطع يده، اضربك اللاقه خارج العراق وانا على ابو ابليس لابو الشيطان، اخلي الفلوس لهالبلد هذا اللي 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 للحضيض، كله للحضيض، كله الى الخلف، فلوسه رايحه مو انه، خيراتنا مو انه، والمن المفسد يجي يستلم الوزاره فلان وزير الله يعطيه الصحه والعافيه، ياخذ للحزب بنص ونص التركات، وبعدين تشوف اهله وعائلته برا منعمين بخير ما شاء الله، وهنا من تجي واحد يدق بابه يمكن الفقير حتى من يشوفه بسيارته بالترافيك لايت والله حتى ربع دينار ما ينطيه. هو يا مفسدين يا اخي، صار لنا 16 سنه هاي الزنزانه وهاي الاقوال لا افعال، اقوال لا افعال، نحن نريدها ان تكون افعال على السطح العراقي الشريف، يجب ان يحاسبوا الفاسدين ويخرجون عبر شاشه التلفزيون، هذا الوزير سرق يجب ان يخرج والفلوس اللي سارقها بسويسرا بغير اسم، والله الزمه اعذبه واقول له الفلوس وين هالبقتها؟ رجع هذا الشعب العراقي، هيك يصير به هذا حاله؟ هذا الشعب العراقي، شنو الكويت؟ شنو السعودية أحسن من عندنا؟ شنو البحرين أحسن من عندنا؟ ليش أبو الإمارات ملك قاعد حتى شغل ما يشتغل؟ تركة سياسية مالية لهم من خلال الله يرحمه شيخ زايد يعطيهم الأموال، أولاده هسه هم قائمين بالعمل بالنسبة لشعبهم، وإحنا سراقنا ما شاء الله إنه في ازدياد المصيبة، يعني يجي الحزب الثاني وجابوا 60 واحد و100 واحد وخلوه من تحت لازم توقع على ورق أبيض حتى تنتمي لفلان حزب. عمدوا روحوا شوفوا العراقي اللي ما ينتمي للأحزاب، لأنه الأحزاب ما احترامنا للشرفاء منهم، لا يعني أثني عن أحد، نعم. نقولها وعبر بوابة الشعب، والشعب العراقي محتاجكم، محتاجكم أن تكونوا نظيفين وتطلعون الفاسد، لا تجاملون الأحزاب، والأحزاب أنتم لا تجاملون أنفسكم، جاملوا هذا الشعب العراقي، خطية والله خطية، جابكم وحطكم على الكراسي وقعدكم ينتظر من عندكم خدمة، ينتظر من عندكم أموال، اصرفوا له على البطاقة التموينية 25 دولار مو هواية، 25 دولار اللي عدة ستة تجي 150 دولار البطاقة التموينية. يا فساد، يا خوش ولد، يا خوش أوادم، إذا أنت صدق أنا ما شايف واحد يؤدي اليمين الدستوري بخدمة العراق وشعب العراق، وثاني يوم اليمين الدستوري يصير عرف وابو الشباب ياخذ الفليسات ويبوق الشعب العراقي، زين ما تخاف من الله؟ مو هذا صدام الدكتاتور 100 سنه 45 سنه وقف على رقابنا ولعب بينا طوبه، وينه الى مزبله التاريخ؟ الله مع الحق، كونوا مع الله حتى لا ينظر اليكم الشعب العراقي مثل النظره التي نظرها الى دكتاتور يعني صدام، يعني زين هذا الدكتاتور مو كان ينطي البطاقه التموينيه؟ يعني اذا نقارنه بالدكتاتور، والله عمي صحيح، واحنا ما نريد نقول هيك، خاف نقول يقولون احمد الحمداني قاعد يمجد، لا انا صدام عدوي، عدوي هو والتركه مالته، لكن مع الاسف خلوا شعبنا يقول بطاقه تموينيه بزمن صدام كان بها الشاي وكان بها الشكر وكان بها المعجون وكان بها معجون الاسنان وكان بها حتى صابون الرقي، والله عيب علينا، نخلي شعبنا يرجع للايام القديمه ايام الدكتاتوريه وهو دكتاتور، جثم على رقاب الناس، قتل العراقيين، مقابر جماعيه، اعدامات، شنق، حروب لا فائده منها بس المضره، لكن تجي تلقى عده جسر
جسور بنا، عمارات بنا للشعب العراقي. يا جماعة الخير، هسه احنا هاي الفلوس والتركات والأموال، لا بنايات لا مدري شنو، لا يعني خليتونا حتى خزينا قدام الشعوب العربية. يجيني من لبنان يقول لي استاذ احمد شو ذاك اليوم احنا اجيناكم قبل 15 سنة، شو بغداد نفس الشيء، ماكو لا جسر ولا مجسر، والازدحامات نفسها انه بسيارات هوايه والدنيا مقلوبه عندكم. قلت له والله مو سياسيين ملتهم يحط بجيبه وما ينظر الشعبه فينا، ما هو بمجلس النواب حلف اليمين الدستوري وحق هذا القران وكلام الله بان اخدم الشعب العراقي. يا عم ان شاء الله القران يضمك على عينك اذا ما تخدم شعبك، اذا ما تقدم الخدمه لهذا الشعب المسكين. هاي الفلوس وهاي التركه نطالب ان يكونوا شرفاء عراقيون من اجل ان ينقلون شعبهم العراقي نقله نوعيه مصافته مثل المصافة دول الخليج. خلي يصعد سيارة محترمة، خلي حتى الفقير يكون عنده سيارة، ليش بس الأغنياء؟ ليش العالم بس تبوع بعيونها؟ وانتو السراق والفساد تحطون بجيوبكم وإلى متى؟ مو هو قبر صغير حتى متر ما بي 40 بمتر، الله أكبر. ولكم هو لو بس تخلون حسابات رب العالمين موجود قدامكم بين أضلعكم، رب العالمين فوقكم، رب العالمين من الجانب اليمين ومن الجانب اليسار، والله العظيم كان ما سرقتوا فلس واحد من أموال الشعب العراقي، لكن الموت ترى قريب عليكم. واعلموا أن الشعب العراقي له من الحوبة عند الله، حينما يدعو يستجاب لرب العالمين، يعني يخسف الأرض بكل فاسد عراقي لا ينتمي إلى شعبه ولا يعطي الخير إلى شعبه. طيب خلينا نذهب إلى سيد ينادم كنا رئيس ائتلاف الرافدين. سيد ينادم، يعني هذه يعني جدلية مكافحة الفساد، يعني متى تنتهي في العراق؟ يعني كيف يكافح الفساد باستخدام أدوات فاسدة؟ يعني بداية أنا أود أن أثني على ما ذهب إليه الزميل أحمد 100%. يعني هي المشكلة شنو؟ المستأثر بالسلطة، يعني ماكو جهة ما مارست الفساد، ولهذا أنت أسكت علي أنا أسكت عليك، هذا اللي صار. وفعلا فعلا كلام صح. في زمن الأخ العبادي فاتحنا بهذا الأمر، قال إنه ليش ما تطبق قانون من أين لك هذا؟ جواب الأخ العبادي إنه بزمن الملكية موجود هذا القانون، قانون من أين لك هذا؟ فالآن يجب تفعيله فردا فردا، ما يستثنى أحد. من أين لك هذا؟ نعم الأخوة بالنزاهة فقط يجمعون معلومات وكأنها هي مكتب لجمع المعلومات، يعني 10 أو 20% بس الفقراء بس المسكين هذا اللي يروح للسجن. الكبير اللي بايق لك 4-5 مليار ينطي لك مليار ويكفي يكمل حاله ويطلع بثلاثة بالأربعة يتهنى بها. فالمشكلة إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لدى القائمين على السلطة، في المقدمة منهم دولة رئيس الوزراء. دولة رئيس الوزراء سوال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، أول خرق صار بهذا المجلس. نحن دولة ديمقراطية لا يجوز الجمع بين السلطات. تم جمع سلطة التشريعية والقضائية والمدري كلها جمعهم في موقع واحد برئاسة السيد رئيس الوزراء، هذا خطأ. طيب لكن أنا أعطي سلطات، أعطي صلاحيات، أدعم النزاع. سيد ينادم، سيد ينادم اشرب الرقابية البرلمانية. اشرب ميك، اشرب ميك، اشرب ميك، اشرب ميك، خذ راحتك، خذ راحتك. احنا يعني نحاول، يعني هل تتصور انه يعني السيد عادل عبد المهدي راح يستطيع ان يكافح الفساد بوجود من هم بجانبيه، يعني رئيس ائتلاف الفتح يعني والرجل موجود بالعملية السياسية منذ بدايتها، يعني ما مارس الفساد، حتى التيار الصدري بمؤسساته وهو مشترك بالعملية السياسية منذ بدايتها، يعني ما مارس الفساد، هل بهذه الجناحين يستطيع أن يحارب الفساد؟ طيب إذا كان ما مارسوا الفساد يستطيع، أما إذا مارسوا الفساد ما راح يستطيع، يعني أول ما يحارب الفساد راح يحاربهم. سامعني أستاذ ينادم؟ نعم معك. يعني هل يستطيع ان يحارب الفساد بمساعده السيد هادي العامري والسيد مقتدى الصدر، ام هم مارسوا الفساد وسيحاربوا الفساد؟ هذه الجدليه هل تصلح؟ يعني بوجهه نظري الاخ عادل عبد المهدي لم يكن طالب الولايه فتم توليته الولايه. اليوم مدعوم من البرلمان، مدعوم من المرجعيه، مدعوم من الشارع، يعني يجب أن يضرب بيد من حديد. أنا ما أقول مثل ما قال الأستاذ أحمد يقطع أيد الناس،
لكن يطبق القانون خلص. من أين لك هذا يا أخي؟ لازم تثبت لي. دول عظمى، دول عظمى تلاحق أكبر موظف، أكبر مسؤول، يعني شخصيات مرموقة تلاحقها على مود من أين لك هذا؟ شلون دبرته؟ من أين جاك هذا المال؟ خليه يطبق هذا القانون. احنا كل سنة كنا نبعد بالبرلمان، كل سنة نبعد للنزاهة، ايش عندنا ايش ما عندنا. طيب ما بق ما طلع واحد من عندنا عنده زائد مثلا؟ ما سمعنا فد يوم واحد من عندنا لزم بعد الدورة البرلمانية أو طلبوا سحب الثقة لأنه مثل ما يقول أثر على حساب المال العام. ما سمعنا. ليش؟ ليش خايفين؟ من خايفين؟ بعدين سيد عبد المهدي الأخ الرئيس وزراء، يعني دور رئيس وزراء يقدر، وإذا شاف واحد من هالناس أيا كان رأسا يطلع على الإعلان على الفضاء يقول هذا واحد اثنين ثلاثة، بعدين خلي يلم سمعته هذا الزعيم أيا كان. فأنا بنظري نعم يقدر إذا توفرت الإرادة، نعم يقدر. ماكو كلمة درء المفسدة وما درء المفسدة وما أدري إيش، لا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة الحرامي. نعم. ولكن 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 هل يستطيع السيد عادل عبد المهدي أن يقف أمام منظومة الفساد؟ منظومة الفساد أكبر من رئاسة الوزراء. أنا بنظري لا يوجد أعلى منه في السلطة التنفيذية، لا يوجد أعلى من المرجعية في السلطة الدينية. إذا السلطة الدينية معه هو السلطة التنفيذية رقم واحد، والبرلمان بالعكس الكل ينادي به كما تفضل الأخ أحمد، الكل ينادي تو جاي من أمة مواليد جديدة يقول يلا أنت اقضوا على الفساد. طيب من خايف أني؟ إذا كان الله وياك من أنت خايف؟ ليش خايف؟ أنت ما هلقط أنت وراء الوظيفة. نعم. أو وراء الراتب مالتك. طيب فالمفروض رئيس وزراء يكون فعلا يضرب بيد من حديد على كل المفسدين. طيب على أي حال شكرا السيد يناظم كنا رئيس ائتلاف الرافدين، كنت معنا مباشرة من بغداد، وكذلك أشكر السيد أحمد ريسان الحمداني عضو ائتلاف النصر كان معنا أيضا مباشرة من بغداد. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفينا من بغداد، شكرا لكم. كان معكم خالد بن جاسم، إلى اللقاء.